وثيثي التاريخ والراوي يقوله ديرة جرير ونبضة العرق وخلايا مشيتها والعقل مشغلني ذهوله في بيوتها اللي طينها يسأل بقايا. قصة تحكى لتاريخ يضرب في أعماق الزمن، إنها أثيفية، البلدة الأثرية القديمة جدا، تنطق بضم أوله وفتح ثانيه، وياء ساكنة وفاء مكسورة وياء خفيفة تصغير أثفية القدر، وتسميها العوام أثيثيا. ارتبط إنسان اليوم بعالم إنسان الأمس على الرغم من تفاوت مدى ذلك الارتباط قربا أو بعدا، قوة أو ضعفا، حتى أصبح الإنسان اليوم يحس بشوق إلى الماضي المجهول ليعرف كنها. عرفت أثيثيا قبل الإسلام، فقد كانت لبني كليب بن يربوع من تميم، ومن المعلوم تاريخيا أن قبائل بني تميم سكنت منطقة نجد قبل الإسلام بزمن بعيد، وهي في الغالب قبائل متحضرة سكنت المدن والقرى قبل ظهور الإسلام. تقع أثيثيا في الجهة الجنوبية الغربية من إقليم الوشم في قلب نجد في المملكة العربية السعودية، وهي إلى اليسار من خط الحجاز القديم المتجه إلى مدينة شقرة، وتبعد عنها 25 كيلومتر، وتبعد عن مدينة الرياض 170 كيلومتر، وهي تابعة إدارية لمركز مرات التابع لإمارة منطقة الرياض. وتشتهر البلدة بزراعة النخيل وإنتاج القمح وتربية الماشية. تفضل الله يحييك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتجهنا إلى منزل الشيخ عبد الرحمن بن درافيس التميمي، وكعادة العرب عموما عادت أهالي البلدة الكرم والطيب وحفاوة الاستقبال، عذق التمر والقهوة وبشاشة الوجوه والأحاديث الطيبة، إنها في مجملها كرم الضيافة. هي مرتبطة بمرات، لأن مرات كانت قديمة من على بداية الملك عبد العزيز، كانت هي المركز في الوشم، كانت مركز كبير، فكانت القرى اللي هي ثرمدة وأثيثيا تتبع مرات، لأنها كانت فعلا مركز من مراكز الملك عبد العزيز، كان ينزل فيها في ذهابه وإيابه، وكان فيها البرقية وفيها، فارتبطت بمرات، وتبعد عن الرياض في حدود 180 كيلو إلى 190 تقريبا من وسط المدينة. أول كان أمارتها الناس قال لهم الرجيء والمرعي من العاصم من قحطان، هذولا في القصية وذولا في الركية، شفت ذبحك يدنا في الخرق جقر، هجوا عياله وجوا انزلوا أثيثيا. في هذه البلدة الجميلة الوادعة بين أحضان الأثاث الشامخة شموخ الأهرامات، ولد الشاعر جرير بن عطية الخطفي، وهو من فحول الشعراء العرب، برز بروزا كبيرا في الهجاء، ولكنه مع ذلك شاعر بليغ ذو عفة ودين وحسن خلق ورقة طبع وجودة متناهية في الغزل والنسيب. وقد توفي جرير عام 114 للهجرة تقريبا، ويعتقد أنه قبر في بلدة أثيثيا. ولجرير حفيد اسمه عمارة بن عقيل ابن بلال بن جرير،
يعتبر شاعرا فحلا من كبار الشعراء العرب في عصر الإسلام، له ديوان مشهور، كان عالما بأيام العرب وأشعارها. سكن عمارة بن جرير في بلدة أثيفية، وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة الفصحى عنه. وتوفي عمارة في العراق عام 239 للهجرة. لكن شهرتها من الجاهلية، وأكثر ما يعني سجل لها اللي هو جرير، يعني كان شاعر قوي، وكان الفرزدق في العراق، وكان يذم بني تميم اللي هم قبيلة جرير، فاستشاطوا على أساس أنه ينتقل هو إلى العراق ليصل صوته إلى الخليفة وإلى غيره، لأنه في ذا حتى لو تكلم ما ينقل عنه شعر ولا ينقل عنه شيء. فراح، ولما وصل بدأ عن طريق الحجاج بن يوسف، لأنه كان أمير من أمراء عبد الملك بن مروان، فبدأ، فلما وجد الحجاج عنده الرجل قدرة وعنده كذا وصله إلى الخليفة، فأعجب به الخليفة، فكان ينتمي إلى الخليفة كأصل، حتى إنه لما إنه مع الشعراء يعني وصل إلى يعني حد من الهجة ومن الكذا، يعني قال هذا ابن عمي في العراق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. فزعل منها عبد الملك بن مروان، قال حطني خادم له، والله لو قال لو شاء ساقكم إلي قطينا لسقتكم وراءه. فهذه من الشواهد على قدم البلد تاريخيا. وكانت بلدة أثيثية ملاذا للشاعر المعروف حميدان الشويعر. حميدان جاي من القصب وجبنوه، راح لشقرة وراح للوشيجر وراح للقراين وراح لذرمدة، ما حد زبنه، قالوا تعال ادخل وجبنوه. وما يقول جبنت الأولاد العزاء عيز ديرة اللي هم في عالي وادي تميم فروع، ما ادري مجبنين وجامنين. والثاني هم يقول حضرت لهم في عفقة القور وقعة بهالطرحة مثل الهشيم توان، ألا يا رجال من تميم انت فقهوا وصيت من وهب الصداقة بان، حسبت لهم 60 سيف معلق والداثر عند المول ما تسنان، وما هي ظهر باطل كريمة بن زامل سنة الوشم راعي سفرة وقفان. يوجد في أثيثية الكثير من الآثار المطمورة تحت الأتربة، ومن أهمها الآبار والعيون وقنوات قديمة جدا. كما يوجد في البلدة آبار مشهورة مثل بئر العذيب وبئر عسيلة في جنوب البلدة القديمة، وهي آبار جاهلية قديمة.